إلى العاصمة السعودية الرياض، نأخذكم حيث افتتح صاحب سمو الملك الأمير تركي بن طلال بحضور سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلطان بن عبد العزيز المقر الجديد للجامعة العربية المفتوحة. أيضا تم إنشاء عدد من المدن الجامعية في عدد من مناطق المملكة لهذه الجامعة، وأيضا تم افتتاح فروع متعددة في عدد من عواصم الدول العربية. الزميل محمد الحبيب لديه التفاصيل في هذا التقرير. دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال نيابة عن سمو الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية المقر الجديد للجامعة العربية المفتوحة، في نقلة نوعية للجامعة تضم أكثر من 30 جنسية من أرجاء العالمين العربي والإسلامي، والذي سيتيح بمقره الجديد التوسع في إعداد الطلبة. وبسم الله الرحمن الرحيم نعطي إشارة الانطلاق. الافتتاح هذا هو عبارة عن مرحلة مهمة من مراحل الجامعة الفرحة، ليلة فرح اليوم. ليش؟ لأنه المملكة هي رائدة في تأسيس هذه الجامعة. أنت تعرف أنها جامعة غير ربحية، والهدف منها الوصول إلى أكبر كمية ممكنة من الغير قادرين على إكمال تعليمهم العالي، إما للتكلفة العالية أو لعدم وجود أماكن أو لأسباب أخرى، العمل أو الموقع الجغرافي. فهي توصل لهذول اللي ما يقدرون يوصلون. في عندنا 30,000 طالب، نصهم من المملكة. فإذا اليوم سيعقبوا في جدة، وسيعقبوا إن شاء الله في المدينة وفي حائل وفي الأحساء في المنطقة الشرقية. نيابة عن أخي صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، أضع حجر الأساس للجامعة المفتوحة وعلى بركة الله. ويضم المبنى الجديد مدينة جامعية بمساحة تقدر 38,133 مترا مربعا. إجمالي المباني التعليمية فيها 16,740 مترا، محتويا على كافة الخدمات كمدينة متكاملة مكملة خدمات الجامعة التي أنشئت منذ عام 2003. تدشين مبنى الجامعة العربية المفتوحة بالرياض هو إن شاء الله إذانا ببدء مرحلة جديدة من عمر هذه الجامعة في المملكة، لأنها الحمد لله الأخوة المسؤولين القائمين على أمر المنشآت وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، يعني هم يسعون لإنشاء الحقيقة 5 مدن جامعية للتعليم المفتوح تتبع للجامعة العربية المفتوحة. لدينا كفاءات متميزة راجع من بغداد، فاتفقنا بأن يكون هناك ناس لسه في الشيكاغو راجعين بيرثا، وجدنا مجموعة سوف يكون هناك تعاون بين الجامعة وصندوق تنمية الموارد. وتسعى الجامعة من خلال وجودها في المملكة إلى تعميد نسبة السعودة التي وصلت إلى 62%، معتمدة إنشاء مراكز للجامعة في عدد من الدول اتباعا لتوجهات المؤسس في نشر التعليم الذي وضعته الجامعة كمؤسسة غير ربحية.